عن الدنيا مرفوض الينافين انا فاح الآل ومايا والدواعي هدف واحد آل ومية والدواعي أسس أولاد الفساد كبروا كل العباد اولا تعزيه للرسول واهل بيته بمناسبه استشهاد الامام السجاد، وثانيا على خطى الامام الحسين في ثورته الثوره المباركه العظيمه ثوره الاصلاح ضد الفساد والمفسدين، ضد الطائفيه، ضد التقسيم، ضد كل انواع الانحراف الذي يصيب الانسانيه بصوره عامه والاسلام بصوره خاصه. اليوم مصابك يا ابو الباقر انادي يا روح على علي وعلى الحداد زين العابدين الذي أعطانا رسالة واضحة أنه الإصلاح لا يشمل المريض والسقيم، فهو عليل سقيم خرج لرفض الظلم، لرفض الفساد، لرفض الطائفية، وهذا دلالة على أن الإصلاح يشمل الكل، يشمل الأطفال، يشمل العليل، يشمل السقيم. أنا ممن تنتصر به وتعز به نصر عليك ولا تستبدل بنا غيرنا ولا تستبدل بنا غيرنا ولا تستبدل